حسام الدين رزق من اسم قلب بالقصر العيني. ان شاء الله باذن الله النهارده هنعرض كده مختارات، يعني حوالي، يعني ربنا يسهل بس ويعيننا كده، ونعمل حوالي 30 سؤال ام اس كيو عن الهارت فيلير. نظام المحاضره هيكون ان انا هعرض السلايد الاولانيه اللي فيها الاختيارات، نختار متعدد من حوالي 5 اختيارات A B C D E. وبعد كده هيبقى فيه فوتنج على الاختيار دوت. انا احب كله يشارك، لان هي الفوتنج دوت سري، ما فيش حد عارف هو اختار ايه، يعني محدش تاني عارف غيره اختار ايه. فبالتالي يفضل يعني يبقى انتراكتيف ونبقى فري في ان احنا نختار الاجابه اللي شايفينها مناسبه. وبعد كده هنطلع الاجابه الصحيحه، وبعد كده هنعمل يعني بريف ديسكشن ليه اخترنا الاجابه ديت من بقيه الاجوبه الثانيه. ويا ريت ربنا يسهل ويعيننا ان شاء الله، ونحاول ان احنا نجيب اكبر قدر من الاسئله. هنبدا دلوقتي ان شاء الله. السؤال الاول: each of the following statements regarding therapy for heart failure with reduced ejection fraction is correct, except angiotensin converting enzyme inhibitors improve survival in heart failure more than the combination of hydralazine and isosorbide dinitrate. Number B: digoxin therapy decreases hospitalization and mortality in patients with chronic heart failure. Number C: angiotensin II receptor blockers provide morbidity and mortality benefits comparable with ACE inhibitors in patients with heart failure. Number D: spironolactone reduces mortality in patients with class 3 to class 4 heart failure syndromes. E: aldosterone antagonist Ebinon reduces mortality in patients with class 2 to class 3 heart failure. ممكن يا ثابت نبدا الرول؟ انا عندي صوره الرول مش واضحه يا ثابت، مش هتيجي عندي ايه؟ محمد ثابت بتظهر عند حضرتك؟ نعم؟ بتظهر عند حضرتك برضه. مش ظاهر عندي. انا هديك التول بار اللي تحت في حاجه اسمها بوتس، فاحتاج تبص عليها لما تبص. هنا مفيش التول بار بتاع الزوم. طب معلش بقى قول لي، عشان انا ما عنديش، مش طالع حاجه عندي هنا، مش باين حاجه. يعني مش الرول خلص؟ ده ظهر عند حضرتك ولا ما ظهرتش؟ نعم؟ كده ظهر عند حضرتك ولا ما ظهرتش برضه النتيجة؟ هي مش ظهر عندي خالص. دي و 10% أو 9% ظهرت عندهم الإي. طيب دلوقتي إحنا واضح إن الإجابة هنا فعلاً صح، زي ما أغلب الناس اللي اختارت هاي رامر بيم. الديوكسين ما بيقللش المورتاليتي، هو بيقلل الهوسبيتاليزيشن هارت فيلير، وده اعتمادا على الديك ترايل اللي بينت ان في امبروفمنت في الهوسبيتاليزيشن، لكن ما فيش اي افكت او امباكت على او امبروفمنت في المورتاليتي. طيب احنا لو اتكلمنا على بسرعه على بقيه الاختيارات، اول اختيار الانجيوتينسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز امبروف السرفايفل اكتر من الكومبينيشن اوف هيدرالازين وايسوبرايد نايتريت، ده طبعا ده موجود وظاهر في الـ في الفي هيف ترايل. سامعني؟ سامعني يا جماعه؟ ثابت؟ سامعين حضرتك يا دكتور حسين. الدي اف ترايل قالت ان فعلا الايس الايس انهبيتورز احسن من الهيدرولازين والايسوبايد نايترايت في الهارت فيلير. نمبر سي برضو نفس الموضوع، في تو ترايلز اكتر كمان، يعني في تشارم ترايل وفي فاليانت ترايل، الاثنين قالوا ان في امبروفمنت مورتاليتي برضو مع الابس. وقالت الفاليانت ترايل ان الانتينسن ريسبتور بلوكرز احسن او يعني كومباربل مع الاس انهبيتور. نفس الموضوع برضو بالنسبه لاخر تو تشويسز، السبيرولاكتون والابرينون، في امبروفمنت للمورتاليتي جامده اعتمادا برضو على الريلز والانفاسيس ترايل. وديت الديتيلز بالنسبه للفيرست بيتش. هنخش على السؤال الثاني على طول. All of the following statements about natriuretic peptides are true except circulating levels of both atrial natriuretic peptide and the brain natriuretic peptides are elevated in patients with heart failure. B,
Plasma BNP level is useful in distinguishing cardiac from non-cardiac cause of dyspnea in the emergency department setting. C, elevated plasma BNP levels predict adverse outcomes in patients with acute coronary syndrome. D, prohormone BNP is cleaved into the biologically inactive NT-proBNP and biologically active BNP. E, circulating levels of NT-proBNP level decrease with age. نبدأ كده يا جماعة الـ voting أو rolling. تمام كده؟ برضو 60% of the voters برضو اختاروا answer E و 15% answer D. حسام وحضرتك عامل ميوت للمايك. من امتى من عندنا يخلطوا بقى؟ طيب كده كويس كده؟ يا جماعه الصوت واضح؟ واضح يا دكتور حسام كده. طيب هنتكلم تاني في question number 2 بسرعه كده. ال level of ANB BNB بيبقى بيعلى مع الايدج. البي ان بي دوت كماركر بيستعمل في العين هارت فيلر عشان ديفرنشيت الكوز اوف ديسنيا في الامرجنسي ديبارتمنت بين العيانين الهارت فيلر والنان او الكوز اوف هارت فيلر اوف ديسنيا من هارت فيلر او اذر كوزز. هو رول اوت تيست هو ممتاز. لو هو نورمال دوت بي لايكلي ان ان لايكلي يكون الكوز هارت فيلر. طبعا هو لو عالي ديت قصه ثانيه لان هو بيعلى حاجات كتير قوي. ده مش مكان حديثها. في علاقه بين الهاي ليفل اوف بي ان بي والادفيرس اوت كام ان بيشن وذ اكوت كورونري سيندروم. في ستادي اسمها تاكتكس تيمي قالت ان في علاقه بين اكوت كورونري سيندروم والاليفيتد بي ان بي من حيث البريدكشن اوف هارت فيلر وهارت فيلر او ديث. تالت حاجه فكره ان البرو هرمون برضه طبيعي ان هو بيكليفد انتو ذا اكتيف اللي هو اكتيف هو البي ان بي والاكتيف هو الان تي برو ام بي.
في انواع تانية من الاتريال انتريال بيبتايدز، في 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 انواع الاتريال وفي البرين بيبتايد وفي السي والدي. الاتريال بيبتايد بيطلع من الاتريال لايوسايتس والبي بيطلع من الاستريس على من الفنتريكولار مايوسايتس بسبب الدايتيشن والاستريس. نيجي بقى للسؤال الثالث. Each of the following statements about cardiac transplantation is true, except use of the immunosuppressant agent cyclosporine improve long-term outcome after cardiac transplantation. Younger patients have better survival rates than older patients after cardiac transplantation. Cardiac transplant patients lack the chronotropic response necessary to support the hemodynamic demands of exercise. Endomyocardial biopsy is the most reliable current technique to assess allograft rejection. The risk of death from malignancy rises with time after transplantation, whereas mortality from infection decline. ممكن نبدأ رول. تمام كده؟ طيب هو هنا في تعادل غريب، يعني في تعادل بين ثلاث اختيارات اللي هي الـ A والـ B، A والـ C والـ E. طيب احنا هنبص كده على الـ الـ على الـ الـ الاختيارات ديت. أول حاجة الـ use of immunosuppressant agent cyclosporine improve long term outcome after cardiac transplantation. هو فعلا هو ده الايه ده إجابة صحيحة. ده مش إجابة صحيحة، يعني دوت جملة صحيحة، ده مش إجابة صحيحة. جملة صحيحة الإجابة الصحيحة هي C، إن دي الجملة الوحيدة الغلط في الخمس جمل، إن الـ cardiac transplant patients lack the chronotropic response necessary to support the hemodynamic demands of exercise. طيب هي الفكره هنا ايه؟ هو احنا في كده في قناعه ان عند العيانين اللي بنعمل لهم ترانسبلانتيشن ان هم بيبقوا دينرفيتد. تمام، هم صح بيكونوا دينرفيتد، لكن بيكون ستيل عندهم يعني ريفلكس للاكسرسايز اعتمادا على حاجتين. اول حاجه على ان مع الاكسرسايز الفينس ريتيرن بيزيد، فبالتالي بيعمل مور ستريتش على الميوكارديوم فبيزود الكارد اوتبوت اعتمادا على الفرانك ستاندنج ميكانيزم. ثاني ميكانيزم هو ان مع الاكسرسايز الليفل اوف كاتيكولامينز بتزيد في السيركيليشن. هو ده مش زي الاوتونوميك دايركت انرفيشن، هو دوت بيبقى ديليد، بيساعد الريسيبيانت ان هو يقدر يمانج مع الاكسرشن ات ريست، لكن طبعا ده بيأثر جامد على الكاباسيتي مع المودريت ايفورت. فبالتالي هو لا، هو عنده كونتروبيك ريسبونس بس اعتمادا على الستارلينج فرانك لو ميكانيزم وهي على السيركيوليتنج كاتيكولامينز. الحقيقه الثانيه ايه قيمتها؟ ايوه السايكلوسبورين لما دخل في الامينو سبريسيف دوت حسن لونج تيرم طبعا. الاندوميكارديال بيوبسي مهمه جدا في دايجنوز اوف الالوجرافت ريجكشن. الالوجرافت ريجكشن والانفكشن ار ذا موست كومن كوز اوف ذس ايرلي افتر ترانسبلانت، والريسك اوف انفكشن بيقل مع الوقت بسبب ان احنا كده كده احنا بنقلل الامينو سبريسيفز، لكن بيعلى معانا الريسك اوف فيتال ميجنسي افتر ذات. بالتالي الاجابه الصحيحه هي اجابه الايه السي، ان هي ان الكارديك ترانسبلانت بيشنتس لاك ذا كرونوتروبيك ريسبونس. دوت جمله تعتبر خطا بالنسبه للكارديك ترانسبلانتيشن. نيجي بقى للسؤال الرابع. All of the following statements about acute heart failure, acute heart failure present with normal or elevated blood pressure. Merely known doesn't improve in-hospital mortality. Serum vasopressin levels are elevated in acute heart failure and contribute to hyponatremia, which is a marker of poor prognosis. Tolvaptan, a vasopressor receptor antagonist, reduce the risk of death and heart failure rehospitalization.
Non-invasive ventilation in patients with acute pulmonary edema doesn't reduce short-term mortality compared with oxygen alone. نبدأ كده الرولينج. تمام كده حوالي 60% اختاروا الانسر بي و 30% الانسر طيب نيجي نشوف كده الايه التولفابتين على البريس ريسبتور انتاجونست ريديوز ذا ريسك اوف ديس اند هارت فير ري هوستيشن التولفابتين ما بيعملش كده دي الاجابه الخاطئه كمعلومه والصحيحه كاختيار في ترايل اسمها الايفرست ترايل الترايل ديت كانت على التولفابتين واللي هو بالمناسبه هو دوت في 2 ريسبتور انتاجونست الايفرست ترايل اثبت ان التولفابتين بيحسن البلمونري ويدج بريشر بيحسن الصوديوم كونسنتريشن لكن للاسف مش بيأثر على المورتاليتي او على الري هوسبيتاليزيشن بالنسبه للعيانين الهارت فيلير. بالنسبه لبقيه الاجابات فعلا صح اكثر من 90% من العيانين الهارت فيلير اللي بيجوا لنا بالدي ار بيبقى الضغط بتاعهم عالي. الميلينون برده مش بيحسن المورتاليتي. اي نيتروب يعني كل نيتروب ايوه كل النيتروبكس ما بتحسنش المورتاتي مفيش اي نيتروبكس بيحسن منهم المينون الفازوبريسين بيزود بيعلى مع العينين هارت فيلر دوت واحد من الـ من الـ 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 الحاجات اللي بتعلى مع الاكيوت هارت فيلر ككومبنسيتور ميكانيزم وفي الاخر بيبقى ليه ماركر اوف بول بروجنوزز ونمبر اي برضه نون انفيزيف فنتيليشن اكيوت بارمي اديما دوزنت ريديوس برضه الفنتيليشن مش بيحسن برضه المورتاتي هو بيحسن ممكن الايه بيقلل امكانيه الانفيزيف فنتيليشن لكن مش بيحسن الاسيدوزز بيحسن الديزني لكن مش بيحسن المورتاتي مقارنه بالاوكسجين. نيجي بقى للسؤال الخامس. All of the following statements about patient with symptomatic are true. البلازما نورابينفرين ليفل is usually elevated. السيرم بي ان بي is elevated. الكارديك بيتا ادرينرجيك ريسبتور دينستي is increased. سيرم الدوستيرون ليفل is elevated. The circulating level of TNF alpha or tumor growth factor alpha is increased. ممكن كده نشوف ال ال الرولينج. ده سؤال يعني سريع ممكن على طول نشوف كده الإجابة. طيب هو يعني سؤال سهل يعني هو السؤال دوت يعني هنا بيقول 70% من الناس اختاروا ان الايه ان الـ 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 ان الكاردياك بيتا ادرينرجيك ريسبتور دينستي بتنكريز هو فعليا هي بتقل ليه بسبب اول اجابه ان الكاتيكولامينز بتعلى فبالتالي ال رد فعل الريسبتورز اللي بيحصل لها داون ريجوليشن يحصل لها فوسفوريليشن وانترنايزيشن فبتقل وده من الحاجات طبعا اللي هي بيحاول البيتا بلوكر ان هي يحسنها ان هو يعمل ابجريشن للبيتا ريسبتور دوت وده من الاكشن بتاعته اللي بيحسن بيها ال 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 الهارت فيلير وبالتالي فكره ان الريسبتور لا الدينستي بتقل يبقى ده سي هي الاجابه الصحيحه. الحاجات الثانيه عارفين ان هي بتقل يعني بسبب الكومبنساتوري ميكانيزم الهارت فيلير الكاتيكولامينز بتزيد في الاول بتبقى ليها كومبنساتوري ميكانيزم وبنفيشال افكت لكن ليتر اون بيبقى ليها طبعا
الدراستيك افكت على الهارت، وهكذا برضو الادوستيرون استجابه برضو للراس اكتيفيشن ليه برضو كان في اول كومبنساتوري ميكانيزم، وبعد كده بيبقى نوع من الديترمنتال افكت. والتي ان اف الفا برضو من الحاجات من السيتوكاينز اللي بتزيد في عيانين الهارت فيها، وبرضو هي بناس بتعول ليها موضوع الكاشيكسيا اللي بتيجي مع الانوركسيا اللي بتيجي مع الهارت فيها. السؤال السادس، true statements regarding the relationship between perfusion and airway pressure in the upright lung include all the following except A, pulmonary artery pressure is greater than alveolar pressure at the lung apices, pulmonary venous pressures exceed alveolar pressure at the lung bases. Measurement of pulmonary capillary wedge pressure is most meaningful in lung zones in which the pulmonary venous and arterial pressure exceed alveolar pressure. Pulmonary vascular redistribution on the chest radiograph occurs when there is a relative reduction in perfusion of the bases with relative increase in apical perfusion. ممكن كده نشوف ال رولينج. تمام. طيب في يعني 30% من الاجابتين الاجابه اختارت الاجابه A و B، واقل من كده اجابه C و D. واضح كده ان الاجابات متوزعه يعني طبعا نوعا ما بايه بصوره عادله شويه. طيب الموضوع دوت اتحل بايه؟ اولا نشوف بس اول الاجابه الصحيحه وبعد كده نشرح. الإجابة الصحيحة هي الإجابة A. دي الإجابة القصدي الصحيحة ك ك ك كسؤال، بس هي يعني خاطئة كمعلومة. البلموني أرت بريشر مش أكتر من الألفلر بريشر at the lung apices. هو إيه اللي بيحصل؟ الفكرة إن اللنج تنقسم إلى 3 zones اعتمادا على البلموني أرتيا بريشر وفينس بريشر والألفلر بريشر. في اللنج إيبكس الألفلر بريشر هو اللي أكتر من الأرتيا بريشر في اللنج، واكثر برضه طبعا اكثر من الفينس بريشر في اللنج بيزز. في اللنج في الميد زونز اللنج الالفر بريشر بيبقى اعلى من الفينس بس اقل من الارتيا بريشر. في اللنج بيزز الالفر بريشر بيبقى اقل، وده اللي بيخلينا نعتمد على ان احنا نحط الكاستر بتاعت البلمونري كابيلوج بريشر في اللور زونز. ليه؟ لان احنا لو حطيناها في الابر زونز هي كده هتجيب اعلى بريشر اللي هو الالفر بريشر، فبالتالي مش هتبقى يعني ريفلكتيف للي احنا عايزينه. لكن تحت في اللور زونز هي بتجيب البريشر مش الالفر بريشر، بتجيب الفينس بريشر. ازاي؟ ان احنا لما بنحطها جوه الويدج احنا كده بنقفل عليها، فبالتالي بنلغي البلموني ارتيا بريشر، وبيبقى الفلويد اللي جوه الكابيلاري دوت مانوميتر بيعكس البلموني فينس بريشر. فبالتالي احسن مكان نحط فيه الاسطره هو اللور زونز. بالنسبه للسؤال دي طبعا ده هو اللي بيفسر ليه احنا لما نشوف الشيست اكس راي بنلاقي فيه ريديستريبيوشن. ليه؟ لان البرفيوجن بريشر بيعلى تحت في اللور زونز، بيعمل كومبريشن ريلاتيف، بيعمل كومبريشن للبيسلز، وفي نفس الوقت بيحصل كونجيشن في الابيكال زونز، فبيحصل ريديستريبيوشن. في الاول بيبقوا قد بعض، وبعد كده بتزيد في الابيكال الفاسكولاتشر بتزيد اكتر في الابيكال زون. السؤال السابع، each of the following condition is associated with development of pulmonary edema except increased pulmonary venous pressure, high altitudes, increased oncotic increased plasma oncotic pressure, eclampsia and heroin overdose. ممكن نشوف كده يعني ثابت ال ممكن حضرتك تسيب ال السلايد بتاعت السؤال، هو لما نتيجه الرول هتظهر على والله. طيب اثبت يعني الـ عندي الموضوع اثبت عشان الناس عايزين يشوفوا السؤال. طيب تمام ماشي. طيب السؤال اهو فين؟
تمام. ما ظهرش بس مش مشكلة اجيبها عادي مش مشكلة. طيب الإجابة حوالي 50% اختاروا الإجابة نمبر بي و40% اختاروا سي. طيب نشوف كده الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة نمبر سي هي دوت المعلومة الخاطئة. إجابة صحيحة بس معلومة خاطئة. increase the plasma oncotic pressure. طيب هو إيه الفكرة؟ الفكرة إن البالمونري إديما بتحدث بسبب إن بيحصل imbalance بين الحاجات اللي موجودة في الستارلينج فورسز اللي هي البالمونري كابيلري بريشر، البلازما أنكوتيك بريشر، والإنترستيشال بريشر، والإنترستيشال أنكوتيك بريشر. فبالتالي لما بيحصل زيادة في الفينس بريشر بيحصل بالمونري إديما، لما بيبقى زيادة في الأنكوتيك بريشر الإنترستيشال يحصل بالمونري إديما، لما يقل البلازما أنكوتيك بريشر يحصل بالمونري إديما. فبالتالي هنا الإجابة الصحيحة هي إن فعلا غلط جدا إن لو الإجابة الخاطئة هي إن لما بيحصل increase plasma oncotic pressure بيحصل بالمونري إديما. ده بيحصل برضو لو جبنا من أول إجابة بالنسبة لإيه مثلا؟ عيانين الميتال ستنوزز عندهم بالمونري فينس بريشر عادي بيحصل لهم بالمونري إديما. عيانين الهاي التيتيود الهايبوكسيا نفسها بتعمل بالمونري فاس كونستريكشن وبتزود البالمونري كابيلري بريشر وبتعمل بالمونري إديما. الكلامزيا بيحصل لها برضو بالمونري إديما بأسباب كتيرة. ممكن تبقى بسبب الهايبرتنشن اكيوت هايبرتنشن او الهايبر فوليميا او الهايبو البومينيميا او الانكيست كابيلاري نباتي. بالنسبه للهيفي اوفر دوز بيحصل لهم برضو بالمونري إديما ممكن بسبب ديسربشن للالفيولار كابيلاري ممبرين بسبب الايه بسبب الدراج. فبالتالي الاجابه هي اجابه نمبر سي. السؤال 8 This figure displays B and lateral chest X-ray of a patient with idiopathic cardiomyopathy, symptomatic heart failure, ejection fraction early in 35, left bundle branch block, ECG. All of the following statements about the picture device are true except A, implantation of this device reduced LV dimensions and mitral incompetence. B, placement of this type of device is associated with improved survival. C, complication of device implantation is phrenic nerve stimulation with diaphragmatic pacing. D, minimization of this form of ventricular pacing is important to prevent progressive heart failure. E, QRS duration on the surface ECG is an important predictor of clinical benefits. تمام؟ نعم في انتظار الإجابة. سمي الإجابات خلاص يا جاسة. حسين. خلاص تمام. الإجابة جاهزة. سمي اختاروا طبعا الجمله دي غلط. احنا بنحط سي ار تي على العمود ده سي ار تي ده سي ار تي ده سي ار تي رايت ال في اللي بيخش في الكورونري سينس فده سي ار تي ده عيان هارت فيلير ايجكشن اقل من 35 ليفت باوند بنش بوك فور سي ار تي. الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه او المعلومه الخاطئه. احنا بالعكس هنحط سي ار تي عشان يبقى البيسنج دايما بالسي ار تي بقدر الامكان بنخلي معظم الوقت البيسنج بالسي ار تي. ليه البيسنج دوت هو نوعا ما المورفولوجيكال بيقلل الدايمنشنز بيعمل ريفرس ريمودلنج بيحسن الميتال كريستيشن بيحسن طبعا الايه المورتاليتي والهارت فيلير اكوردنج للايه
الجايد لاينز دوت حاجه يعني كلاس 1 ان انا احط سي ار تي في العينين دول. بالنسبه لبيت الاجابات اجابه الاولانيه طبعا صح، قلنا ان هي صحيحه. الاجابه الثانيه طبعا هو بيمبروف السرفايفل اعتمادا على الكي هارت فيلير وعلى وعلى الرافت وعلى عمالت يعني في اكثر من 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 ترايل اثبت ان هو ليه امبروفمنت. من 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 ممكن الكوميونيكيشن اللي تحصل ان هو يحصل له اللي نفسها بتاعه الليفن فين او اللي في الفين في ال في فين دي ممكن تعمل فرينك نيرف ستيميليشن او دافراجماتيك بيسي. نمبر اي الكيو ار اس ديوريشن طبعا هو ده الكرايتيريا الوحيده اللي مستعملها في الجايد لاينز الليفت باوند برانش بلوك والديوريشن اكتر من 130 هو ده الكرايتيريا الوحيده اللي ممكن على اساسها نختار العيانين لل سي ار تي. السؤال التاسع all the following statements about digital security are true except digital second third degree AV block in the setting often respond to atropine. Number three, recurrence of digital toxicity may occur 24 to 48 hours after the administration of the antidioxin immunotherapy. Will DC cardioversion may precipitate ventricular arrhythmia in patient with digital intoxication and should be avoided. The dialysis is effective in case of massive overdose. ممكن نشوف اختيارات كده. الانسرز اللي كمان جايه 50% انسر اي وبعدين 30% انسر بي 50% فور اي 50% انسر اي 50% انسر على الفوتنج ما بيطلعليش فبالتالي ممكن يكون في ديلي كويس ف 50% اختاروا اي. طيب هو فعلا دي الاجابه الصحيحه. الديجيتاليس از سيجنيفيكانتلي باوند تو بلازما بروتين وعنده لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن فبالتالي الدايلس مش هيبقى افكتيف في حالات الماس اوفر دوز. في عيانين اريزميا في الديجيتاليس احنا ممكن نستعمل الدراجز بتاعت كلاس 1 بي اللي منها ليدوكين. الاي في بلوك بتاع الديجيتاليس بيبقى بسبب في باراسمباثيك بالتالي انا لما استعمل او بيجل قصدي بيجل ميديت فبالتالي ممكن استعمل اتروبين فيه هيبقى افكتيف. في بعض الحالات برضو لما بنستعمل الديجي باند الانتي بوديز للديجيتاليس ممكن بعد ما نبطلها خلال 24 ساعه او 48 ساعه ممكن يحصل ريكرنس للتوكسيستي. واخر حاجه الحاجه المشهوره قوي ان احنا طبعا ايه اتس بيتر تو افويد ان انا استعمل الدي سي كارديو فيرجن لو انا عايز ارد عيني لفنتيكو اريزميا بسبب الديجيتاليس توكسيستي. السؤال العاشر هو بيبقى حاله طويله شويه هنحاول نقولها بسرعه. A 40 year old male is admitted to hostel with progressive exertional dyspnea, fatigue and palpitation. He has no significant past medical history and was well until 4 weeks ago when he developed flu-like symptoms with low grade fever, myalgia, pharyngitis and cough. Clinical examination is consistent with decompensated heart failure. The ECG show first degree AV block and tube inversion in the anterior lead. الإيكارديوغرافي at the time of admission reveal normal LV size لكن في global hypokinesia or ejection 40% no valvular abnormality. Viral myocarditis is suspected and lisinopril or metoprolol furosemide are administered. However, the patient's symptoms rapidly progress accompanied by frequent episodes of non-sustained VTAC. IV amiodarone is initiated but ventricular tachycardia episode continues. His blood pressure is 88/40. The heart rate 115. Echo is repeated on the third hostel day. مبين ان الكونتراكتيتي قلت وبقت حوالي 15%. Which of the following management strategy would be most appropriate? طيب
تمام. Results 55% for answer E, بعدين 30% for answer B. يعني 50% E. 50% E. آخر واحدة يعني. مش B. طيب هو ال يعني هو ده نص الناس برضو اختاروا فعلا الإجابة الصحيحة. اللي هي perform an endomyocardial biopsy and consult cardiac surgery regarding the mechanical circulatory support. طب هنا ايه هنا ايه ايه المشكله هنا العين دوت ده واضح قوي ان هو مايكرويدز، واضح ان هو فالمنت او يعني سيفير مايكرويدز. المايكرويدز ديت موست لايكلي فايرال، لانها كان في برودروما قبلها اوف فيفر او فايريميا، حصل رابيد بروجريسيف ديتيوريشن للكونديشن والايجاك فراكشن. فده بيدينا خيار من اثنين، لما تكون جاينت سيل مايكرويدز، لما يكون الفالمنت مايكرويدز اللي هي الليمفوستيك مايكرويدز العاديه. طب ايه المشكله؟ المشكله هنا ان الليمفوستيك او الفالمنت مايكرويدز دي بتبقى هي بتبقى فعلا بيبقى دراستيك ورابيد وفالمنت بروجريشن، بس هنا البروجنوز بتاعها كويس احسن. لكن في الجاينت سيل مايكرويدز لا، بيحصل برضو رابيد بروجريسيف ديتيوريشن، لكن للاسف البروجنوز فيها قليل، والسرفايفل فيها من غير ترانسبلانتيشن او من غير اي انترفينشن يبقى قليل جدا، حوالي 5-6 شهور. فبالتالي هنا محتاجين نعمل اندوميكاردال بيوبسي عشان نعرف هل هي جاينت سيل مايكرويدز، فبالتالي نتخذ اجراء اللي هو الميكانيكال سيركيولاري سبورت او الليفر ترانسبلانتيشن او وات ايفر، او ان احنا دوت فالمنت، فبالتالي ايه نحاول ان احنا نكونزرف مع البيشن. الحكايه الثانيه فيها ديبيتس، يعني الحكايه الثانيه بالنسبه للاي سي ده مش وقته خالص، عن شوكد وهيمودايناميك ستابيليتي، فبالتالي ما فيش مكان للاي سي دي. الكورتيزون يعني في ناس في اعتبار ممكن يديه، بس هو المشكله ان هو مع الرابيد ديتيوريشن للكونديشن مش هيلحق يعمل حاجه، وبرده هو ملوش اي امباكت على الاوتكم ولا على الريكفري بتاعت الاي جي فراكشن. الميلنون برده هنا ملوش يعني رول في اي حاجه، هو يعني مش هياثر في حاجه، الضغط واطي اصلا، فهو اصلا من السايد افكتس المينون ان هو بيعمل هاي بوتنشن. الاي في اي جي برضو ما ظهرش ان هو ليها اي رول في الاوتكم او السرفايفر، ممكن يحسن شويه ريكفري بس ما لهاش اي رول، وتاثيرها برضو مش هيبقى سريع. فبالتالي احنا دلوقتي لازم يبقى النكست ستيب هي ان انا اعمل مايوكارديال بيوبسي، وان انا اكونسلت فور الميكانيكال سيركيولاتي سبورت، لان اللي جاينت سيل مايكرويدز مش هيديني وقت. وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الإجابة نمبر E. Question 11. You are taking care of a 65-year-old man with history of coronary artery disease and prior CABG. He is currently taking carbidolol lisinopril at a maximum dose. He was recently hospitalized for heart failure 3 months ago. Which of the following criteria would make it reasonable to add every known to his regimen? ان يكون الاجي فراكشن بتاعه 15% وكرياتين كليرانس 20، بي ان يكون الاجي فراكشن بتاعه 20 والديسنيا هو دوين اكورس ات هوم يعني حوالي نيها كلاس 2، سي ان الاجي فراكشن يكون 35 والكيو ار اس 130 ملي سكند، دي ان يكون الاجي فراكشن 45% والديسنيا عن معاه ديسنيا with walking less than one block. ممكن نشوف كده اختياراتكم.
60% for answer B, 20% for answer D. يبقى 60% for answer B. طيب هي دي الإجابة الصحيحة. الإبنون أو الأدوسينون عامة أو إبنون دولت إبنون بذات. إحنا هنا لو بصينا على الأنسر A هنلاقي إن العين ممكن يستفيد بس المشكلة عنده كياتين كليرانس أقل من 30 فبالتالي هو مش هينفع نديها له. سي ريفركشن 35 بس كيو ار اس 30. انا عندي اصلا الكيو ار اس ديوريشن انا مش بستعملها كريفرنس, انا عندي اهم حاجه السيمبتومز, هل العيان عنده سيمبتومز ولا لا, وبالاخص هي كلاس 2 سي او كلاس 4. دي العيان اصلا خرج بره الكاتيجوري خالص بتاع الهفرف, هو عيان بقى هيف بيف, واحنا اصلا يعني عامه ما فيش دواء يعني ليه قيمه في السرفايفل او المورتاليتي او انا افضل ادهوله في الكاتيجوري دوت, ما فيش اي دواء ليه اي مورتاليتي بينفيت. فبالتالي انسب واحد من الاربعه دول هو العيان نمبر دي, عيان جافكش اقل من 35 اقل من 30 وعنده جيلو ديزنيا كلاس 2 3, وده اكوردنج للايه للانفاست ترايل بين قالت ان العيانين جافكش اقل من 30 وعندهم نيا كلاس 2 تو 3 ياخدوا ابينون بيحسن الايه المورتاليتي والسرفايفل والهوستيليشن. question number 12. Each of the following statements about myocardial contraction is true, except beta 1 adrenergic stimulation increase the concentration of intracircles. Beta 1 adrenergic stimulation promote production of intracellular cyclic GMB. Interaction of calcium with troponin C is essential for myocyte contraction. Myosin molecules are tethered to the Z line by the protein titin. And the sarcoplasmic reticulum plays a key role in the release and uptake of the calcium. تمام؟ شكرا الإجابة. I will voting.75% for answer B and then 20% for answer A. تمام. يبقى عندنا الإجابة اللي أخذت يعني نسبة أعلى هي number B. طيب نشوفهم كده واحدة واحدة. أول حاجة بالنسبة لأنسر A. أنسر A البيتا أدرينرجيك ستيميليشن increase concentration of intracerebrum. تمام. ده اللي بيحصل. يعني هو البيتا يعني الانسر بي ان هو بيعمل اكتيفيشن او انكريز برودكشن اوف سايكليك اي ام بي مش سايكليك جي ام بي, بيعمل اكتيفيشن للادرينالستاكريز بيزود السايكليك اي ام بي ودوت بيزود الانترا سيلر كالسيوم عن طريق ان هو بيزود الانتري اوف الكالسيوم عن طريق ال تايب كالسيوم اللي هي فولتج ديبندنت ال تايب كالسيوم شانل, وبيزود برضه الكالسيوم ريليز من السايكوبلازميك ريتيكولوم. ده بالنسبه للاجابه الاولانيه والثانيه. هو فعلا الاجابه هو بياكتيفيت او بيزود الكالسيوم مش الجي ام بي. الجي ام بي اللي بيزوده حاجات ثانيه الكولينرجيك ستيميشن والنيتريك اوكسيد ستيميشن عن طريق نيتريس فلو, لكن السايكل ام بي هو بتاع البيتا ادرينرجيك ستيميتورز. نمبر سي طبعا الكالسيوم ليه طبعا رول ان هو بينتراكت مع توين سي وده بيعمل الماسات كونتراكشن. نمبر دي التايتن بروتين هو اللي بيمسك ام سي, هو ده جاينت ذا لارجست بروتين في البودي, هو اللي ماسك المايوسين تو ذا زي لاين اوف ذا السركومير, والسركوبلازميك بلازميك ريتيكولم بلي ا كي رول ان ذا ريليز اند ابتيك اوف كالسيوم, وده شرحناه هي ليها رول في ريليز اوف كالسيوم ريليز اند ابتيك اوف كالسيوم مع الكونتراكشن ريلاكسيشن. نيجي بقى question number 13. A 35 year old man with a history of hypertension present to the ER
in respiratory stress. He is intubated in VR for respiratory stress. His blood pressure 73 over 48, heart rate 130, and his respiratory rate extreme. He's taken to the medical ICU and pulmonary arterial catheterization is performed. His hemodynamics are as follows. El RA pressure 22, el PA pressure 20 over 10, the cardiac output 3.5 liters, el pulmonary capillary wedge pressure 12 millimeter mercury, or systemic vascular distance, alpha-synuclein per second per centimeters to the square of 5. What's your diagnosis? Pulmonary embolism, or cardiogenic shock, or acute right ventricular failure, or decompensated heart failure, or hypovolemic shock. شوف كده إجابة. ننتظر إجاباتكم.55% for answer C, then 20% for answer A, and the 20% for answer E. طيب تمام. يعني حوالي 50% قالوا نعم answer C. وهي فعلا دي الإجابة الصحيحة. احنا نبص كده على الأرقام. العين ده هيموديناميك انستيب. ضغطه هايبوتنسيف. نبص كده على الأرقام اللي ظهرت. احنا عندنا الـ RA pressure 22. ده يعتبر عالي قوي. البالموني ارتري بريشر 20 على 10 ده نورمال. الكارديك اوتبوت يعتبر برضه نورمال، كارديك نورمال. البالموني كابيلا ويدج بريشر في النورمال. فده عيان عنده ار اي بريشر عالي، كالبالموني كابيلا ويدج بريشر قليل او كويس، وبالموني ارتري بريشر كويس او برضه قليل. فاول اختيار بالموني امبوليزم دوت مستبعد، لان البالموني ارتري بريشر كويس مش عالي. الكارديوجينيك شوك مستبعده، لان البالموني كابيلا ويدج بريشر طبيعيا هو العين الكارديوجينيك شوك دول بيكونوا عندهم اليفيتد ال في فيلنج بريشر هايبوتنسيف، بس بيبقى عندهم برضو اليفيتد البالموني كابيلا. انا انتظر ان الاقي البالموني كابيلا ويدج بريشر عالي. بالنسبه للاكيوت ار في فيلير هي دي او يعني يعني انسب ارقام. هو عنده الار اي بريشر 22 وعنده البالموني ارتري بريشر قليل، بالتالي في حاجه في النص فيها مشكله، يعني الرايت اتريوم بريشر عالي والبالموني بريشر قليل او كويس، ففي مشكله حصلت هنا. في ار في فيلير موست لايكلي بسبب مايوكارديال انفاركشن، يعني ار في انفاركشن بسبب انفيور، ده موست لايكلي او ذا موست كومن كوز. نمبر دي الديكومبنسيت هارت فيلير دول بيكون عندهم البالموني كابيلا بريشر بيبقى عالي، فبالتالي ما ينفعش اختار السؤال ده. الاجابه دي الهايبوفينيك شوك يبقى كل حاجه غلط، العيان اصلا ما فيش في جسمه فلويد، فبالتالي كل البارامترز بتبقى قليله. فانسب اجابه هي نمبر سي، اكيوت ار في فنتريكولار بريشر. ليه؟ بيبقى عندهم هاي ار اي بريشر، عندهم لو بالمونيك كابيلا ويدج بريشر، عندهم ار اي بي على البالمونيك بريشر اكثر من 0.1. ديت ريشيو مهمه ممكن نستعملها في التفرقه بينها مثلا وبين العيانين اللي عندهم كارديو شوك بسبب هارت فيلر ليفت هارت سايد هارت فيلر او بسبب بالمونيك بريشر. كويستشن 4، each of the following statements about lab findings in heart failure is true except serum electrolyte values are usually normal in patients with untreated heart failure of short duration. Contributors to hyponatremia in heart failure include dietary sodium restriction, diuretic therapy, and elevated circulating vasopressin level. Elevated serum aspartate aminotransferase levels may accompany congestive hematuria due to heart failure. Acute hepatic venous congestion due to heart failure may produce a syndrome that closely resembles viral hepatitis. Pulmonary capillary wedge pressure of 13 to 17 millimeter mercury are commonly responsible for pulmonary vascular redistribution and interstitial edema on the chest radiograph. ممكن نشوف كده إجابات.
الإجابات 40% for A and 40% for E 10% for both B and C. طيب تمام، يعني هو كده في equal results بالنسبة للـ answer A و E. طيب نشوف كده الإجابة، الإجابة هي E. ليه كده؟ أولا بالنسبة للـ لو كلمنا من كل برضو كل بوينت، يعني كل بوينت مهمة، كل بوينت فيها معلومة. نمبر A الالكترولايت امبالانس بيحصل مينلي لما هيحصل حاجتين، لما يبقى العيان في سيفير لونج ستاندنج او سيفير هارت فيلير، او ان هو يكون اخذ تريتمنت، ده اللي بيحصل فيها ساعتها الالكترولايت امبالانس. لكن شورت ديوريشن اوف هارت فيلير انتريتد ما بيأثرش قوي على الالكترولايتس. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للبي اجابه صحيحه، هايبوناتريميا في هارت فيلير ديت بتبقى بتحصل بسبب الاسباب اللي انا ذكرناها، وطبعا هي ايه بتحصل في حوالي 25% من العيانين اللي بتحصل فيلير، في حاجه كومن وحاجه ليها بروجنوستيك انديكيشن او يعني باد بروجنوستيك ساين. بالنسبه للسي او دي العيانين هارت فيلير بيجي لنا ساعات باترن ان هم يقولنا بيبقوا هايبر بيورينيميا وليفيتد ليفر انزيمز، كانهم عيانين يا اما لو كرونيك كونديشن كارديك سيروزز او اكيوت كونديشن بيبقى في كونجيشن او حصل شوك، فبالتالي اسمها الشوك شوك ليفر او اللي هو اسمه اسكيميك هيبرايتس. في حالتين بيحصل اليفيشن لكل البارامترز وكل الماركرز بتاعت الفايرال بتاعت الهيبرايتس بتاعت الليفر، تدينا بيكتشر سيميلر تو ذات اوف فايرال هيبرايتس. لكن بالنسبه لاخر اجابه هي البالمونري اديما او الانترستيشال والالفر اديما بتحصل لما او قصدي ايوه الانترستيشال اديما بتحصل لما يكون الارقام اعلى من 18، يعني نتكلم في ريديستريبيوشن بيحصل لما بتبقى توصل ل 18 و 20، والانترستيشال والالفا اديما بتحصل لما بيبقى الارقام بتاعت البالمونري بريشر اكتر من 20 ل 25. وده برضو ما ينفيش برضو ان ممكن في بعض العيانين ما يبقاش فيهم اي فايندنجز للبالمونري اديما، ده لو لونج ستاندنج ممكن الاي اكس راي ما تطلعش حاجه بسبب ان هو عنده جود لينفاتيك درينج للكونجيشن، ده في لونج ستاند. لكن في الاصل ان الانترستيشال اديما والريديستريبيوشن ما بتحصلش غير في ارقام عاليه اكتر من 18 اب تو 25 واكتر من كده كمان. كويستشن 5 all of the following 15 قصدي all of the following statements are true except major determinants of cardiac output are heart rate or ventricular stroke volume, myocardium extracts oxygen from blood nearly maximally at rest such that the coronary sinus oxygen saturation is less than 40%. C, during strenuous exercise, O2 consumption can increase up to 18-fold. D, the peak O2 consumption and anaerobic thresholds as measured by cardiopulmonary exercise testing are highly reproducible when measured days or weeks apart. E, a measured peak O2 consumption of 20 milliliters per minute per kg at exercise testing indicates severe functional impairment.
معلش انا كنت سامع المايك عند حضرتك. الانسرز 40% فور اي اند 30% فور بوث سي اند دي. كنت حضرتك سامعني المايك عند حضرتك ميوت. هو ليه بيبقى ميوت كده؟ سامعني؟ اتفضل. طيب تمام، يبقى انت قلت ان 40% اختاروا ايه؟ تمام و 30% اختاروا سي و 30% اختاروا دي. تمام. طيب يعني في كده كونفليكت في الاجابات. طيب الاجابه الـ 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 الصحيحه صحيحه كاجابه، بس هي طبعا خطا كمعلومه، ان الميجرد اي بي بيك اوتو كونسامشن اوف 20 ده بيانديكيت سيفير فانكشن امبيرمنت. لا هو الرقم ده رقم كويس، هو ده يعتبر يعني ممكن نتكلم على ان هو مايلد او فان او نو فانكشن امبيرمنت، لكن احنا بنتكلم على سيفير لما يبقى اقل من 12 مليتر بير كي جي من متر. حتى ده ممكن يكون الرقم اللي بنستعمله في الاختيار العيانين الهارت ترانسبلانتيشن. بالنسبه لبيت الاختيارات النمبر ايه دوت اجابه صحيحه، لان الكارديك اوت بيعتمد على الهارت ريت وعلى البري لود افتر لود والكونتراكتيفيتي. فاحنا عندنا دلوقتي الهارت ريت وعندنا بعد كده الستوك فوليوم بيعتمد على البري لود والافتر لود والكونتراكتيفيتي، فبالتالي ده اجابه يعتبر نوعا ما الستوك فوليوم هو تجميع للبري لود والافتر لود والكونتراكتيفيتي، ده الستوك فوليوم. نمبر بي الاوجين كونسامشن بالنسبه للمايكارديوم بيبقى الماكسيمم، بحيث فعلا ان السيتويشن بيبقى لنا 40 دوت اكتر اورجان في الجسم بيستهلك اوكسجين. نمبر سي الاويل كونسامشن بيزيد اب تو 80 فولد، وده لازم ما لخبطناش مع الكارديك اوتبوت. اثناء الكارديك اوتبوت اثناء الاكسرسايز الكارديك اوتبوت بيزيد 6 فولد، لكن اوتو كونسامشن ممكن يزيد اب تو 18 فولد. نمبر دي يبقى بتاني اجابه صحيحه. نمبر دي البيك اوتو كونسامشن والايبك ثريشولد الاثنين دول ريبيوسبل ومهمين جدا، ويعني و ميجرمنتس مهمه جدا ممكن تبقى يعني ريبيوسبل وما فيش اي فاريشن فيها وليها امباكت على الديسيجن بالنسبه للهارت ترانسبلانتيشن او الاستيميشن اوف سيفيرتي هارت فيلير. هو ايه البيك اوتو كونسامشن؟ البيك اوتو كونسامشن دوت هو الليفل ات ويتش الكونسامشن بتاع الاكسجين بيوصل للبلاتو بالرغم من ان الاكسرسايز انتنسيتي تستمر في الزياده. بالنسبه للانيروبيك ثريشولد دوت هو الثريشولد ات ويتش بيحصل بدايه او زياده للانيروبيك جلايكوليسيس وانيروبيك ميكانيزم، فبيزود قوي الكربون دايوكسيد زياده يعني اكتر بكتير من الزياده الايه المتوقعه مع زياده الاوكسجين، وده يؤدي الى زياده في الريشيو بين الايه السي او 2 والاو 2. ويعني معلومه مهمه ان البيك اوكسجين كونسامشن والانيروبيك ثريشولد دوت هم ايه ريبيوسبل ما بيتغيروش قوي، ما فيش اي فاريشن، مفيش انتر اوبزرفابيلتي او انتر اوبريتيف فاريشن، بيتقاسوا القياس بتاعتهم تعتبر ريبيوسبل. بالنسبه للانسر كويشن نمبر 16 each of the following statements concerning therapy with LV in patient with LV dysfunction is true except number A amiodarone reduce mortality in patients with class 2 C heart failure who have an LV ejection fraction of less than 35. B implantation of cardioverter defibrillator is indicated in patient with combination of LV dysfunction and unexplained syncope or resuscitated cardiac arrest. C patient with LV dysfunction and transient or correctable cause of VTAC remain at high risk of sudden death. D prophylactic implantation of a cardioverter defibrillator is effective in reducing mortality in patients with coronary artery disease and severe LV dysfunction. E, use of dronedarone in patients with moderate or severe heart failure is associated with increased mortality. All statements are true except اختار ال false statement.
85% for answer A. تمام. 10% for C and D. تمام. ماشي هو يعني إجابة صحيح. هو الأميدالون يعني هو safe to be used لكن مع الهارد فيه لكن مش بيحسن المورتاليتي. وده يعتمد على الاستادي اللي اسمها السودين كارجريس هيفت SCD هيفت ستادي. بقية الحاجات هم منطقية. ICD بيستعمل في عيانين عندهم unexplained syncope مع AV dysfunction أو عيانين الaborted cardiac arrest. ده برضو إجابة ده كلام منطقي. سي هي برضو يعني نوع ما معلومة ونوع ما يعني هي الإضافة شوية. عيانين دول عندهم correctable causes ومعهم AV dysfunction بيكونوا at a higher risk than the general population أو than the compared population بالنسبة للساينتس. نمبر دي برضو منطقية برضو. عيانين coronary artery disease بنستنى عليهم سواء كانوا ريفاسكولايزد بنستنى 3 شهور او ما حصلهمش ريفاسكولايزيشن بنستنى 40 يوم ولو ستيل في سي في اي ديسفانكشن بنعمل اي سي دي بيحسن المورتاليتي. وايه برضو معلومه برضو مشهوره ان البرونيدالون كونترا انديكيت في عيانين الهارت فيلير. طيب السؤال نمبر 17 A 56-year-old male patient with ischemic cardiomyopathy and ejection L25 comes for an outpatient clinic visit complaining of dyspnea, fatigue with minimal exertion, near class 3. His medical regimen includes lisinopril, carbidolol, ebrinone, furosemide, as well as aspirin and atorvastatin. Resting ECG revealed sign of rhythm with QRS duration of 160 milliseconds, left bundle branch morphology. He's being considered for implantation of a biventricular pacemaker. Which of the following statements about CRT is correct? A, CRT reduced mortality in patients with class 3 or 4 heart failure only when combined with implantable cardioverter defibrillator. B, a patient with right bundle branch block is as likely to respond to CRT as a patient with left bundle branch block and similar QRS duration. C, CRT improves myocardial performance without increasing myocardial oxygen consumption. D, the echocardiographic measures of the synchrony are a part of the standard selection criteria of CRT. ممكن اختار الإجابة الصحيحة؟ And 70% for answer C and 17% for both B and D. تمام ماشي ده الإجابة الصحيحة فعلا هي الإجابة الأصح هي C إن ال CRT improve myocardial performance without increasing myocardial oxygen consumption. طيب تعليقا بس بسرعة على بقية النقط عشان دي مهمة. أول نقطة هي موضوع إن ال CRT reduce mortality with class 3 for heart failure only when combined with ICD. ده هو ال CRT في الكاتيجوري بتاع البيشن ده بالذات اللي هو 3 to 4 مفيش اي اختلاف. لاحظوا مفيش اي اختلاف بين لما يكون سي ار تي بي او سي ار تي دي الاثنين في اختلاف في تحسن المورتاليتي والسيرفايفل. لكن في عيانين الكلاس 2 3 السي ار تي دي كان احسن شويه اللي هو كلاس 2 3. لكن كلاس 3 4 لو كلاس 4 هارت فير لا السي ار تي بي زي السي ار تي دي بالنسبه للمورتاليتي. طبعا رايت باندل برانش اقل بكتير من اللي ما ليفت باندل. رايت باندل مش هو يعني مقارنه بالليفت باندل. ليفت باندل هو الاوبتيمم. الاوبتيمم كريتيريا بتبقى ليفت باند البلانش بلوك والكيو ار اس كومبلكس اكتر من 130. نمبر دي لا ايكو ميجرز مش ابارت اوف ذا كريتيريا تو سيلكت سي ار تي دي. اجابه سهله. هو دلوقتي هو لسه ستيل اس جي بالرغم ان ليها ليميتيشنز بس الايكو ميجرز في ايكو ميجر للسينكري بس للاسف لغايه دلوقتي مش واخده يعني وضعها بالنسبه كسيلكشن كريتيريا فور السي ار تي. نيجي بقى للسؤال 18 سريعا كده عشان بس يعني نلحق نخلص ال 30 سؤال. Which of the following statement is true regarding the heart failure epidemiology? White patients have increased incidence of heart failure compared with black patients.
Black patients are at increased risk of rehospitalization for heart failure. Women have better long-term survival after diagnosis of heart failure compared with men. The heart failure with preserved ejection fraction population represents approximately a third of the overall heart failure cases. E, the absolute mortality rate following diagnosis of heart failure is approximately 25% at 5 years. ممكن نشوف الإجابة. The true statement. Only the true statement. Or 60% for answer B and 13% for C, D and E. تمام. يبقى هنا فعلا زي ما الأغبارية قالت ان 60% قالت ان black patient are at risk. اول حاجة ال statement A دي معكوسة. هو ال black patient للأسف عندهم increased incidence و increased risk of rehospitalization. وقارنة بال white patient. C لا ال women ما عندهمش survival benefit احسن من المن. ودي برضو about 50% of the patients with heart failure بيكونوا عندهم نوعية الهيف بيف heart failure وإيه المورتاليتي ريت بتاعت الهارت فيلير after diagnosis at 5 years بتبقى 50% مش 25%. طيب دي سؤال 19. Which of the following agents are shown to improve survival in heart failure with preserved ejection fraction? A, carvedilol, metoprolol succinate, B, ACE inhibitors, C, spironolactone, D, all of the above, E, none of the above. ده سريع بقى ثابت ها سريعا كده عشان بس نلحق نخلص الأسئلة. Oh, 55% for answer E and 27 for answer B, 10% for B and C. تمام. يعني الأغلبية E ولا دي؟ E. E. تمام. طيب بص هو فعلا هو الـ يعني مشكلة الهف بيف ان هو مفيش دراج بيمبروف سيرفايفل من اي من دول او اي من اي ادوية تانية. بالنسبة للبيتا بلوكر ما فيش أي دواء كان فيه لو اعتبرنا مثلا لو نتكلم بسرعة في الترايلز يعني السينيور ترايل كانت النيبي فيلول قالت ان في شوية تحسن بس المشكلة ان السينيور ترايل كان فيها جزء كبير قوي من العيانين اقل من 35% ايجن فراكشن لما عملوا سب او بري سبيسفايد اناليسيز او سب اناليسيز لقوا ان الجروب اللي اكثر من 40% دول جروب قليل جدا وما كانش في اي تحسن ما فيش اي امبروفمنت في السرفايفل. الاس انهيبيتور نفس الكلام. البيب ترايل برندوبيل ما عملهاش اي امبروفمنت. السبيرولاكتون التوب كات قالت ان في امبروفمنت في الهوسبيتاليزيشن لكن ما فيش امبروفمنت في السيرفايفل فبالتالي ما فيش اي اجابه من دول صحيحه. طيب question number 20. Which of the following statements are true in a heart transplant patient who gets pregnant? A, discontinue all anti-rejection medication in the first trimester because of teratogenicity. B, discontinue all anti-rejection medication throughout pregnancy because of fetal gross retardation. C, continue corticosteroids and calcineurin inhibitors, cyclosporine or tacrolimus. D, continue corticosteroids with tacrolimus and mycophenolate mofetil.
تمام؟ تمام، هو 50% for answer A and 25% for C 25% for D. طيب هو يعني أغلبية آيات الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ مش هي الإجابة الصح بصراحة. الإجابة إيه؟ الإجابة C، ده عن هانت ونصر نانت، مش هينفع أوقف بعض الأدوية أو كلها. هم لاحظوا إن الكورتيكوسترويد والسايكلوسبورين يعتبر نوعا ما somehow safe during the pregnancy، لكن لو اعتبرنا مثلا الانسر دي دي مشكلتها ان المايكروفينوليت موفيتيل ده بيعتبر كاتيجوري كلاس دي دراج، فبالتالي يفضل ان هو ما يستعملش، فهي الانسر هي انسر سي. question 21 which of the following patients are reasonable candidate to evaluate for heart transplant؟ A male patient 60 years ejection fraction 10% class 4 heart failure inotrope dependent B female 75 years ejection fraction 35 class 4 angina poor targets for PCI or CABG and refractory to medical therapy C male 67 years class 3 symptoms ejection fraction 20% big oxygen consumption 8 milliliter per kg per minute D all of the above E none of the above. هو 60% for answer D and 20% for D C and D. D. تمام. D يا دكتور. D. تمام. تمام. طيب. طب هو صح، هو الإجابة فعلا الصحيحة إن كل العينين دول ينفعوا يبقوا candidate for heart transplantation. هو عامة الـ indication هي لما يكون عيان progressively worsening أو refractory congestive heart failure symptoms، أو يكون على anatropic support cardiogenic shock، أو إن هو يكون محتاج mechanical circulatory support، أو إن هو يكون عنده refractory recurrent ventricular arrhythmia بالرغم من إن تعمل له cath ablation وanti arrhythmic drug وICD، أو إن هو يكون عنده chronic artery disease لكن ما عندوش حل ولا PCI ولا CABG وrefractory angina، أو إن هو يكون congenital heart disease بس طبعا إيه end stage ومعهوش pulmonary hypertension. فده وقت كان دول in general كده دول candidates for cardiac transplantation. فبالتالي الإجابة صحيحة إن كل دول ينفع يبقى ليهم candidacy for heart transplantation. Question 2 بسرعة كده يا جماعة. A 62-year-old man with smoking, hypertension and diabetes combined short of breath on exertion. He gets short of breath walking up a flight of stairs. There is no chest pain. On physical examination, heart rate 72 regular, blood pressure 148/90, body mass index 24, jugular venous pressure and heart sounds are normal, ECG normal sinus, an echo showing mild LVH, normal wall motion, normal valvular function, mitral EA velocity ratio of 0.7, an EA ratio of 7, pulmonary artery systolic pressure of 50 millimeter mercury. What is the most productive next step? A, add calcium channel blocker as a lotitropic agent as it may reduce the pulmonary artery pressure. B, CT pulmonary angiography to rule out pulmonary embolism. C, right heart catheter to evaluate for pulmonary vascular resistance and its response to O2 and pulmonary vasodilators. D, diuresis to reduce left atrial pressure as this may reduce the pulmonary artery pressure.
55% for answer C and 30 for answer D. كم؟ 55 for answer C. تمام. And 30% for answer D. Answer D. طيب تمام. بالنسبه للبيشن دوت, هو البيشن ده من البارامترز اللي موجوده عندنا هنا, هو العيان عنده مايلد هايبرتنشن, الايكو بتاعه مبين ان فيه مايلد ال دي اتش, لكن الدوبلر فايندنج بتاعته مش باينه ان هي فيها يعني اي سيجنيفيكانس لجريد لسيجنيفيكانت ستريس فانكشن. واضح كده ان الليفت اتش مش كبير, لان برضو الاي سي جي يعني مش باين ان فيه مشكله, والايكو مش معلقش على الليفت اتش. عنده هاي بالمونري ارتري بريشر because of something, مش واضح ان هو left sided disease او ان هو يكون بسبب مشكله في البلمونري ماسكليتشر او في الشيست. فبالتالي النكست ستيب اللي هي مهمه في الدياجنوزز ان انا اعمل له رايت هارت كاس. الجايد لاينز البلمونري هايبرتنشن اللي هي اليوروبيان قال ان العيان لو اتعمل له ايكو والتريكاسبيد ريجريشن فيلوسيتي اكتر من 3.4 فده هاي بروبابيلتي اوف بالمونري هايبرتنشن, وده النكست ستيب ان هو يتعمل له الورك اب بتاع البالمونري هايبرتنشن ومنه ان هو يتعمل له رايت هارت كاست. لو حسبنا هنا البالمونري ارتري بريشر هو 50, ف يعني بالتقريب كده الفيلوسيتي بتاعت التريكاسبيد ريجريشن فيلوسيتي 3.5, فالبيشن داخل في الكاتيجوري دوت ان هو يتعمل له رايت هارت كاست, لان في زياده في البالمونري بريشر مش مفسره بالليفت سايدد هارت ديزيز. بقيه الاختيارات يعني مش منطقيه. الكالسيوم شان بوكر انا مالوش اي رول هنا اصلا, انا اصلا ما شخصتش يعني ده ايه دوت, هل ده بالموني بريشر بسبب رايت سايد ولا ليفت سايد ولا ارتيال بالموني هايبرتنشن ولا سي او بي ديم. فبالتالي الكالسيوم شان بوكر اصلا مالوش اي رول هنا. السي تي بالموني انجو انا لو فكرت في كرونيك ثرومبوليك بالموني هايبرتنشن مش هيبقى الفيرست اوبشن ليا على عيان ده زي دوت ان اعمل له سي تي. ممكن اعمل له فيكو سكان الدي ذا ريسيست ريدوس ليفت بريشر. اصلا البارامترز اللي عندي ما تقولش ان الليفت بريشر اصلا عالي والعيان اصلا دايريز, ما فيش اي ايفيدنس اوف كونديشن, فالدايريز ملوش اصلا اي رول هنا. فالبيست انسر هي انسر سي. كويستشن 23. A 42 year old Caucasian woman present to the outpatient clinic when she is 10 weeks pregnant. This is her second pregnancy and was unplanned. Her first pregnancy was complicated by peripartum cardiomyopathy with moderate impairment of left ventricular systolic function. However, she did have complete resolution of systolic function 6 months after the birth of her first child. Which of the following statement is true? A, her risk of death during this pregnancy is significantly increased. Her risk of developing heart failure during this pregnancy is around 20%. If she develops cardiomyopathy during this pregnancy, the likelihood of resolution of LV function after pregnancy is high. D, the prophylactic use of ACE inhibitor is mandatory. E, early detection of heart failure by clinical examination during the pregnancy will be sufficiently sensitive to detect the deterioration of LV function. Fifty-five percent for answer A, then 30% for answer B, and 10% for answer C and D. تمام. الإجابة ال 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 عشان سريعا بس عشان نلحق الإجابة هي B. البيشن ديت حصلها complete resolution أو complete recovery of her LV function. فبالتالي الريسك ديس يبقى عالي بس مع العيانين اللي عندهم اوريدي بريزيستنت ال في ديسفانكشن بيوصل اباوت 20%, لكن الريسك اوف ديس مع الريكفري لا ما بقاش عالي. الريسك اوف ديفلوبينج هارت فيلر هو اللي هيبقى عالي, هيبقى اباوت 20%. نمبر سي
العانه دي لو جالك كارديو مايوبسي الريكفري مش بيبقى زي اول مره, يعني اول مره ممكن الريكفري يوصل ل 70%, لكن لو حصل لها ريكارنت كارديو مايوبسي في الـ في النيكست بريجنسيز او في البريجنسي بالذات مش هيحصل اي او امكانيه الريكفري والريزولوشن ما بتبقاش عاليه. طبعا الاس انهيبيتورز بتبقى كونترا انجيجيت مع البريجنسي. واخر حاجه الـ 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 ان انا كيك اكزامينشن ديورينج بريجنسي بصراحه ممكن يبقى خادع, هو يعني ما في فاينلز كتيره بتبقى overlapping بين ال normal pregnancy وال pregnancy with heart failure, فبالتالي clinical examination مش هيبقى دقيق قوي. وبالتالي أدق معلومة هي number B إن ال risk of developing heart failure during the pregnancy is around 20%. ال risk of this مش هيبقى عالي, وال risk of recovery هيبقى برضو مش هيبقى مش واضح. Question 24. A 35-year-old woman with known idiopathic diet cardiomyopathy confirmed by transthoracic angio is reviewed in the heart failure clinic with neoclofenam. Her current medication is pisoprolol 10 mg, ranibizumab 7.5, spironolactone 25, digoxin 0.5, furosemide 40 mg. She has CRT DIAD. Her heart rate is 70 beats per minute, blood pressure 85 over 40. She has mild peripheral edema and raised GVB. What is your next step? Add candesartan, perform CMR, refer for transplant assessment, increase ranibizumab, stop ranibizumab and furosemide. Almost 80% for answer C, 10% for B and D. تمام تمام. صح, هي answer C هي the most reasonable answer. ليه العينة دي خلاص العينة ديت أوان مبدئيا كده ضغطها 85 أو 40. العينة دي ماشية على maximum tolerated guideline directed medical treatment وعلى CRT, فبالتالي هي stage D ومخلصة ديجوكسين وCRT وسبيرانولاكتون بإضافة طبعا للإيه للبيتا بلوكر وليس هيبتون, فما لاش حل تاني. انا مش زود فلوزيمايد ولا رابل, ضغطها اصلا واطي وهي مش كونجست قوي, مش هدي كانزارتان برضو ضغط واطي, ما لو فيش رول للسي ام سي ام ار, فبالتالي عينه ديت اذا كانديد فور اسسمنت فور ترانسبلانتيشن. كويشن 25 هو كده الاخبار ايه بالنسبه لسد بالنسبه للوقت, نكمل ولا ممكن نكمل 5 دقايق او 10 دقايق كمان؟ طب بسرعه سريعا كده ممكن يعني طيب. Which of the following lifestyle modification has been demonstrated to decrease mortality in heart failure patients? Sodium restriction adding in 2 grams per day, regular aerobic exercise 30 minutes per day, 5 to 7 days per week, fluid restriction to less than 0.1-0.5 liter per day, daily weights and blood pressure monitoring, none of these medications. تمام. Answers 45% for D and also 45% for E. تمام. يعني هنا الكونفليكت بين B و E. هو فعلا هو لو في اختلاف هيكون بين A و B أو B من B و E. أوان A و B A و C و D ما فيش أي trials أو أي studies آت إن بيعملوا أي benefit بالنسبة للمورتاليتي. بالنسبة لل B في large trial اللي هي الهارت فيل أكشن trial. قالت ان مفيش بنفيت من الاكسرسايز في تحسين المورتاليتي, فبالتالي مفيش اي اختيار من دول ينفع, فبالتالي none of these modifications has been demonstrated to decrease mortality in heart failure patient. يعني
which of what is the increase يعني في definition كده عايزين نعرف definition اسمه ايه. What is the increase in myocardial contractile force with acute increase in afterload afterload. هل ده معنى ايه اسمها Frank Starling phenomenon ولا Anrep phenomenon أو Bowditch phenomenon أو none of the above. ده سريعا بقى كده يا سيد عشان يعني نلحق نخلص. اوكي حاضر. هو 44% for answer C and 33% for answer A 10% for D. طيب هو الموضوع يعني ما فيهوش اي لأ هو دي ديفينيشن هنعرف الثلاثه كل واحده معناها ايه ونعرف هي ماشي صح ولا طبعا الاجابه نمبر بي الديفينيشنز 1 2 3 فرانك ستيرلينج لو معناها انكريز للفورس مع انكريز بيلود ده كله احنا عارفينه فبالتالي ما تنفعش تبقى الاجابه دي الانريب فينومنا هو انكريز ان مايوكارديال كونتراكتيل فورس ويز اكيوت انكريز ان افتر لود هي دي الاجابه الجديد ده هو الباوديتش او التريب او الستار كيس فينومنا ده معناه انكريز للكونتراكتيليتي سكسسيفلي مع او يعني ريبيتيدلي مع الانكريز ان هارت ريت كل ما زودنا هارت ريت الفورس اوف كونتراكشن بيزيد يبقى عندنا في حاجه مع البيلود وحاجه مع الاكيوت انكريز ان افتر لود والثالثه مع الهارت ريت فرانك ستارلينج انريب اند باوديتش فينومنا Question 29. Which of the following statements regarding vasodilators in heart failure is correct? The combination of hydralazine and isosorbide dinitrate has equivalent effect on mortality and repeat hospitalization to those of ACE inhibitor in heart failure. Nizotide has been shown to lower intracardiac filling pressure in patients with decompensated heart failure, but hasn't been shown to decrease mortality. The calcium channel blockers such as amlodipine and nifedipine is a reasonable alternative to ACE inhibitor in heart failure. Nitroprusside is a recombinant form of atrial nitroglycerin. Nitroglycerin acts by binding to nitroprusside reductase, causing new dilation. So I'll tell you. Fifty-5% for answer B. تمام. 20% for answer A and 10% for answer C. تمام. فعلاً الإجابة ال correct هي ال answer B. ال nizotide بيقلل ال intracardiac filling pressure بيقلل pulmonary capillary pressure بس برضو زيه زي غيره من النيوتروبس ما بيأثرش على المورتاليتي. أول إجابة ما كان إحنا عدنا أو قررناها قبل كده إن الاس انهبيتور احسن من الكومبينيشن بتاع الهيدرولازين والنيتريت في المورتاليتي والريهوستيليشن طبعا النمبر سي دي جت خطا خالص يعني الاس الكالسيوم شبكه ده بعيد خالص تماما عند الاس انهبيتور ما ينفعش يبقى بديل ليه دي النيتروبروسايد اذا ريكومبيننت فورم اوف اتر نيتروتايد لا النيزرتايد هو الريكومبيننت فورم اوف الان بي اي النيتروجليسرين اكت باي بايندينج تو نيتروسايد باكتيريز كوزينج ريهوستيليشن لا يعني لو سين ده a source of direct source of nitroglycerin مش بي مش بي assist لا يعني مش هو مش action بتاعه عن طريق الريفيز ده بيدخل النيتروجليسرين وهو بي بي بيبدا شغله بيه دايركتلي مش محتاج اي انزيم question 3 ده اخر سؤال true statements about cardiac physical finding in patient with heart failure include all of the following except Cardiomegaly is usually absent in primary restrictive cardiomyopathy. B, elevated jugular venous pressure and S4 gallop in patients with heart failure are each associated with poor prognosis. B, C, pulse alternance result from variation of stroke volume, likely owing to the incomplete recovery of contracted myocardial cells. D, low-grade fever may occur in advanced heart failure in the absence of underlying infection. C, E, sleep disordered breathing is common in patients with heart failure. الإجابة الصحيحة
50% for B and 40% for C and only 16% for A. تمام. هي فعلا الإجابة الصحيحة هي B. ال S4 Gallop في عين البيشن هارت فير is not associated with poor prognosis. هي ال S3 Gallop ممكن يعني ال السولفت ترايل قالت ان بعض الفيزيكال فايندنج منها الليفيت جيرفيا سبيشال والثيرد هارت ساوند هم اللي ممكن يكون ليهم امباكت على على الهارت فيلير لكن مش الاس 4. بالنسبه لبقيه الحاجات البرايمري ستيف كارديومسي فعلا ما بقاش عندهم كارديوميجري في الاكزامينشن بتاعتهم مينلي بيبقوا في ال بي اتش. البارت اورتنس بيبقى بسبب فعلا فاريشن اوف ذا ستروك فوليوم بسبب انه بيحصل انكومبليت ريكفري of the contracted myocardial cells. ممكن تحصل fever مع عين heart failure ممكن يكون بسبب chest infection او endocarditis او whatever بس العين ما عندهمش الحاجات دي ممكن يكون عندهم low grade fever بسبب السيتوكاينز اللي بتخرج منها اللي هو tumor necrosis factor alpha وغيره دول بيعملوا low grade fever وبرضو ممكن يكون بسبب برضو cutaneous vasoconstriction وده بيبقى بيخلي فيه شوية preservation للwarmth جوه البودي وإيه السليب ديس اوردر بريذنج از كومن هارت فيلير. About 40% of patients with heart failure ممكن يكون عندهم اللي هو السنترال سليب ابني او كاين ستوك بريذنج و 10% عندهم الاوستراكتيف سليب ابني. احنا كده خلصنا 30 questions اتمنى اكون يعني افدتكم فيهم واستفدنا. شكرا على حسن الاستماع وعلى حسن المشاركة والسلام عليكم. شكرا لكم.